فيك ان انت ممكن تلعب على اكتر من مركز، بما اننا كنا بنتكلم في المراكز في الفاصل يعني. لا هو في البدايه ما انا يعني انا من اول ما لعبت كنت وينج ليفت، من اول يوم لعبت فيه كنت وينج ليفت. انا سالك السؤال ده لان كابتن حسن يسري كان معايا في احد الحلقات، قال لي انا كنت جول كيبر، فكنت بادئ جول كيبر واتغير. ده حصلت مع لعيبه كتير جدا، خلي بالك جدا يعني. يعني يحيى الدرع نفسه اول ما بدا في المنتخب معانا كان بيلعب مكان هاشم، وكان وسام بيلعب دايره، لكن هو اساسا باك ليفت. اوكي، فهي في لعيبه بتلعب في كذا مكان لك، وانا يعني انا بدات وينج ليفت في فرقتي في الناشئين في كل حاجه. بتتحدد على اساس ايه؟ بتتحدد بقى على خفه وزنك، السرعه بتاعتك البدنيه، كل الحاجات دي بتتحدد. فدي حاجات كانت متوفره فيها شويه، فبدات وينج ليفت. بس مع بقى مرحله ناشئين وماتشاتك في فرق الشباب والناشئين في النادي، المدرب بقى يشوف ان انت لا ممكن تلعب في الخط الخلفي، تلعب مكان بقى كابتن حسن يسري هوف بلاي ميكر، تلعب باك ليفت كلاعب جوكر شويه في النادي. ليه؟ عشان انت بتبقى لعيب منتخب، فعندك تقدر تليد الفرقه، تمشي الدنيا، واللي بيتحكم في اللعب هو الخط الخلفي اللي هو الباك والباك والهوف. فانت هو بيبقى محتاجك في حاجه زي كده، ان انت كوينج لا انت اطلع العب في الخط الخلفي، مشي لي الدنيا، عشان انت لعيب منتخب وعندك خبرات وعندك كل الكلام ده. لكن كمنتخب مصر انا لعبت وينج ليفت طول عمري في الشباب وفي الناشئين، حتى لما اتصعدت شويه درجه اولى كنت وينج ليفت. في النادي في الشباب والناشئين شويه كنت بلعب هوف بلاي ميكر بتاع كده، لكن برضه من ساعه ما طلعت درجه اولى في الزمالك وينج ليفت الحمد لله، ما لفتش اي لفه ثانيه.